إلى زقزيق في محافظة الشرقية مع إنجي القاضي. إنجي، هذه المحافظة من المنتظر أن يصوت فيها المرشح الرئاسي محمد مرسي، كيف تبدو الصورة لديك وهل جاء مرسي للتصويت الآن؟ وصل الآن المرشح مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، دخل هنا بسيارته والآن ترجل منها، ويعني كان هناك مشكلة في دخوله ولكنه دخل بسيارته نظرا للتزاحم من قنوات الفضائيات. يعني طيب خلاص أعتذر لأنه السيارة تمر الآن من أمام الكاميرا، حيث نعم. يدخل محمد مرسي الآن إلى داخل مقر اللجنة بسيارته ومعه حشد كبير من جماعة الإخوان المسلمين ومن أنصاره. أنا ما كذبتش، في يا سيدي أنا قلت حاجة. إذا انجي في هذه الاثناء اذا يدخل المرشح الرئاسي محمد مرسي، يعني هذه هي المره الاولى الى اللجنه. نعم تفضلي انجي. اذا مشاهدينا في هذه الاثناء تدخل سياره المرشح الرئاسي محمد مرسي الى اللجنه الانتخابيه الموجوده في الزقازيق في محافظه الشرقية للإدلاء بصوته في هذه الانتخابات المصرية. إذن يرافق مرسي في دخوله إلى اللجنة الانتخابية عدد من مناصريه وأيضا عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام التي تحاول تغطية دخول مرسي وأيضا إدلائه بصوته في هذه الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها مرسي مع الفريق أحمد شفيق. إذن على أن تتضح الصورة أكثر بالنسبة لنسبة الاقتراع إلى حد الآن في الزقازيق، سنعود في تغطيتنا طيلة هذه التغطية طبعا إلى إنجي زميلتنا موفدة العربية إلى الزقازيق في محافظة الشرقية. إذن مشاهدينا هذه الصور تصلنا مباشرة من الزقازيق في محافظة الشرقية، حيث وصل للتو مرشح الإخوان محمد مرسي للإدلاء بأصواته في هذه اللجنة الانتخابية. طبعا وصل مع عدد كبير من مناصريه وأيضا وسائل الإعلام وصحفيين الذين يحاولون تغطية هذا الحدث في محافظة الشرقية. إذا تابعنا مشاهدينا إنجي القاضي موفدة العربية كانت تحاول أخذ كلمة من محمد مرسي أثناء دخوله إلى اللجنة الانتخابية، ولكن الحشود الكبيرة التي ترافقه حالت دون ذلك. لا أدري إن كانت إنجي، لا أدري إن كانت إنجي قد تسمعني. إنجي أنا معك. نعم إنجي نشكر مجهوداتك واستماتتك الكبيرة للوصول إلى محمد مرسي.
لكن طبعا الحشود الهائله وال صعبه جدا يعني. نعم. هناك حرس كبير مع الدكتور محمد مرسي، هناك شكر. نعم انجي، نحن نستمع اليك. تسمعيني الان؟ نعم. يعني هناك شبه تظاهرة للاحتفال بالدكتور محمد مرسي داخل مقر اللجنة، الكل يهتف باسمه، يوجد حرس كبير حوله. هذه هي المرة الأولى التي يدخل إلى مقر اللجنة بسيارته، كان المفترض أن ينتظر في الخارج في الطابور ويدخل من بعدها إلى المدرسة كما يفعل بقية الناخبين، ولكنه دخل بسيارته نتيجة التزاحم الشديد من قنوات الفضائية عليه خارج اللجنة. الآن هو يقف في الطابور من خلفنا، يقف في الطابور من خلفنا هنا، ما زال ينتظر دوره حتى الدخول إلى مقر الاقتراع. نعم. طب إنجي، يبدو أن الصورة يعني كانت مختلفة نوعا ما في الجولة الأولى عما رأيناه اليوم، أليس كذلك؟ خاصة ربما الأمر يعود إلى كثرة المرشحين، أما الآن فالأمر مقتصر بين مرسي وشفيق. يعني أعتقد أن الموضوع لا علاقة له بكثرة المرشحين في الجولة الأولى. في الجولة الأولى وقف محمد مرسي في طابور الاقتراع، لم يحتشد حوله أنصار أو لم يكن له أنصار حوله في هذا الطابور، كان بعض من نواب مجلس الشعب يصطحبونه إلى مقر اللجنة. هذه المرة يبدو أنه جاء ومعه أنصاره، هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها المرشح مع أنصاره والدخول في هذا الموكب. هذه هي المقارنة البسيطة ما بين المرة الأولى والمرة الثانية. أنصار محمد مرسي وقفوا هنا وهتفوا ضد شفيق، وقالوا أن شفيق لا ينتمي إلى محافظة الشرقية وأنه لم يأتي ولم يزر محافظة الشرقية في السابق. هم يقولون أن محمد مرسي هو ابن المحافظة، هو ابن هذه البلد وعاش وتربى ويعني عاش معظم حياته هنا. هنا حتى الآن لم يدخل محمد مرسي إلى مقر اللجنة كما ترين من خلفي، هو ما زال هناك ينتظر في الطابور. هناك العديد من القنوات الفضائية تحاول يعني تصويره. هناك طبعا بالطبع قوات المسلحة تحاول تأمين دخوله إلى اللجنة نتيجة التزاحم. هذه هي المرة الأولى التي يدخل بها بهذه الطريقة. سيارته ما زالت داخل المقر، يبدو أنه سيخرج من اللجنة على سيارته. في المرة الأولى أدلى بكلمة بعد إدلائه بصوته، أعطى كلمة للقنوات التلفزيونية. هذه المرة ننتظر خروجه بعد الإدلاء بصوته لنرى ماذا سيقول أو ماذا سيعلن للصحفيين. نعم، شكرا لك إنجي القاضي، مفدت العربية إلى الزقازيق في محافظة الشرقية. أيضا